السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم عبد السلام. اليوم راح اعطيكم انطباعي عن مافيا 3. طبعا مافيا 3 شباب، هي واضح من اسمها الجزء الثالث في سلسلة مافيا، واحلى وهي سلسلة رائعة بالقصة، تبدأ بالقصة. الجيم بلاي بسيط وممتع، ونظام السباق كذا بسيط وممتع برضه، ما في شيء جديد، ما جابوا شيء جديد، بس القصة الحالة ممتعة ويعني مثير للاهتمام. طبعا مافيا 3 شباب، احلى شيء به مافيا 3 سلسله مافيا عموما انه مو بلازم تكون لاعب الاجزاء اللي قبل عشان تفهم مش قصه الجزء هذا. هذا الشيء دائما احبه، واتمنى كل جزء اكثر الحين يسوونه عشان ما لنا خلق مثلا اقرا لي ويكيبيديا عشان افهم وش السالفه. معي مثل جير، انا لعبت كل اجزائكم بس لخبطتوني بالقصه، بس ما علينا، خلينا نرجع لمافيا. طبعا مافيا 3 هذه تحكي عن قصه البطل اخونا في الله كلاي لينكن كلاي، ما نسيت اسمه. طبعا لينكن كلاي رجع من الحرب ايام فيتنام، ويوم رجع المافيا الماب بعد ما تعاون معهم سحبوا عليه فجأة وذبحوا كل اهله، مو باهله اهله يعني، يشرح لك بالقصة ليش مسمينهم اهله، لانهم هم اللي تبنوه وكان يتيم. فحب ينتقم، فاحد هذا الانتقام، فاحد خطته انه يجمع ثلاثة من افراد العصابة اللي كارهين سول، بقول اسمه سول، ما اتذكر اسمه كامل ذا، يبي ينتقم ويذبحه لأنهم هم اللي ذبحوا أهله. فالحين يبي يجمع ثلاثة من أحد العصابات عشان يتضمون مع بعض. وأحلى شيء بهذه إنه تجمع مع اللعبة، فهمت علي؟ يعني تجمع اللعبة، يعني إنك أنت الحين في هناك هذا الماب، شوف هذا الماب شلون، هذا هو الماب. فتخبرون نظام جي تي اي 5 اللي يذكر جي تي اي 5 بلاي ستيشن 2، هما جت فترة إنك تستولي كذا على المناطق، اذا تذكره فهي الحين تجي هنا تستولي على مناطق، تستولي على هذه، تستولي على هذه. فالمشكله الحين احد العصابات مثلا ثلاث زعماء، حلو، نبي نسميهم عشان اختصار، ما ذكر اسميهم، مثلا الزعيم الاول، الزعيم الثاني، الزعيم الثالث. خلينا نقول مثلا استوليت على هذه، والزعيم الاول معه هذه المنطقه، فمثلا الزعيم الثاني بيقول عطني هذه حقي، تقول لا تعطيها الزعيم مثلا هذا الاول، فبيقول بيعصب عليك، بينقهر، يقول ليه حقي هي، ليش تعطيه اياه؟ فبيقول المرة الجاية إذا استولت على المنطقة هذه أنا اللي أبغاه. فاستولت على المنطقة مثلا خلينا نقول هذه، فيجي يقول لك يلا عطني إياها، أنت واعدني، فتسحب عليه تعطيها الزعيم الثالث، فبيعصب ويقلب عليك، يبي يقلب ضدك ولازم تروح تذبحه. فراح تخسر أحد مزاياه، مثلا كل زعمة يعطيك مزايا، مثلا في بعض الزعمة مثلا يرسل لك دعم، بعض الزعمة مثلا يعطيك أسلحة، بعض الزعمة يعطيك تطويرات السيارات، فمثلا قل ذبحت هذا على التطويرات حق السيارات راح توقف التطويرات. خلاص ينتهي، فراح تستمر بدون تطوير السيارات مثلا، فهمت علي؟ فحاول انك مثلا تسوي بين الثلاثة. وطبعا زي ما تشوفون الحين هذه احد مزايا، وفي المزايا الثانية عالم مفتوح، وعالم مفتوح يعني ياخذ ايام التسعيني 1985 كذا، 1990 ايام التسعينيات، في وقت يعني كان وقت امريكا، يعني كان واضح انهم يعني كان يعني فيها مشاكل بين السمر والبيض، فاللعبة تجيبه، يعني مثلا وانت تمشون تسمعهم يسبونك، في بعض الاحياء يرفضونك، بعض المحلات اذا دخلت يعيون عليك يقولون اطلع ما نخدم مثلا السود، فهمت علي؟ فهذا الشيء اللي سووا اللعبة، الحمد لله انه مثلا ما استحوا منه، يعني قالوا كان تاريخ كذا صار كذا صار كذا، فهذا شيء حلو. بعد نظام الجيم بلاي، الجيم بلاي عاد كومبات سهل واضح، ثيرد بيرسون، طلق كذا على الناس تمشي زي جي تي اي، شوف جي تي اي خذها مثله، يا سلام عليك مثله، ما طوروا بشيء ولا جابوا شيء جديد، بس انهم يعني خلوه زين ويلعب وممتع. فطبعا هذه من احد زي ما تشوفون عالم مفتوح، مو بس عالم مفتوح عشان او مثلا بلاي ستيشن 4 يقدر يتحمل عالم مفتوح، فهمت علي؟ يعني زي مثلا عندك العاب زي مثلا عندك مثل جير، عالم مفتوح اي، بس عالم مفتوح يعني ما ابو شيء، يعني وراه استكشف، ما في اي دافع. بينما ما في 3 مثلا والعاب كثيره زي حد مثلا هذه بقوله واتش دوجز، هذه عالم مفتوح ودي اتمشى استكشف، يعني ابدعوا زي هنا، ها تشوف الناس، تشوف مناظر، تشوف شلون الاحياء الثانيه تتقبلك، فهذا عالم مفتوح ودك تمشي تستكشف. والموسيقى اللي جابوا هنا مبدعه، الموسيقى انا من نوع الناس اللي كان يحب الموسيقى هذه، فكانت ممتعه وانا كنت استمتع بدايم. فين حد الان اقول لكم اياه، اذا كنت تحب منها زي نظام جي تي اي اللعبه حلوه، با اخطاء ما نكذب عليكم، بها اخطاء زينها زي ما قلت، الكامبات صحيح انه ما طور شيء جديد، وانا اطلب التطوير بسلسله، اطلب تطوير الكامبات عادي، الاسواق عاديه، ما بشيء جديد، بس كل شيء بها ممتع. القصه بعد ممتعه، يعني واضح انه سافته انتقام، ما مب جديده بس انه ممتعه، يعني فهمت علي؟ تخليك تقول مثلا ابي اشوف نهايته، فهذه برضو ممتعه. يعني مثلا ممكن تختيم، يعني افرق عنك مثلا، انت مثلا ذبحت قلبت مصري، ذبحت الزعيم مثلا الثاني، انا ما ذبحت احد، فالنهايه تفرق عندي عنك،
فنشوف عاد ايش راح يصير. هذه الاخطاء. وفي بعد خطا مثلا بسيط، زي مثلا تعرف زي نظام باتلفيلد اذا كانت في مويه بالارض الشمس تعكسه، ومثلا باتلفيلد خلت قاسيه شوي قويه شوي مثلا اوه ما اشوف هنا انعمي، هذه زودوا حبتين حرفيا تنعمي، حرفيا تنعمي. اوه لا 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 اوه اخذت لفه ارجع ارجع يا لينكن، لا لا تفضحنا قدام قدام الناس ارجع. يا سلام عليك انت شلون افقع افقع خلي السياره تطيح. فهذه زي ما قلت لكم يعني عالم مفتوح، عالم مفتوح ولها يعني يعطيك دافع عالم مفتوح. فانا زي ما قلت انصحكم باللعبه، اللعبه يعني ممتازه. انا ما اعتقد انه ممنوع بالسعوديه، بس انه ممنوع مثلا بجيري. اذا قالوا لك خذوا قاعده مني يا شباب، اذا قالوا لكم ممنوع بس ممنوع بالسعوديه، وين ممنوعه؟ تدري وين؟ جرير، بندا، كارفور، بس بس تلقاها باماكن ثانيه. يعني مين ممنوعة؟ ممنوعة ممنوعة بجرير. الله أكبر يا جرير اللي هم مبدعين بأسعارهم اللي بالأرض الرخيصة دي، الله لا يحللهم يا رجال كلهم كذابين جرير. بس ما علينا، مافيا 3 أنصحكم به، اللعبة ممتعة، القصة ممتعة. عبد السلام يعطيه يعطيه 8 من 10 يلا، أنا ما أحب ما أثق أنا بثمانية من 10. ممكن بس تعطوني هال بس أقول لكم إياها يا شباب، لا أحد يثق الريفيوات، لا تثق بهم مرة. انت شوف اللعبه وقلها هل هي بتعجبك ولا لا. اذا عجبتك زين، اذا ما عجبتك الله يقويك، ترى ما حد غاصبك انك تشتريها. يلا هذا بس كان انطباعي، واللي يبي يجربه يجربه، اللعبه موجوده ونازله تراه، وانا الحين بقيتها كامله. كما اخوكم عبد السلام، يعطيكم العافيه شباب على المشاهده، ومع السلامه.